Happy birthday to you. Happy birthday. Alors, attends. Tu fais juste le premier et tu me le donnes au soir. Voilà, regarde. إذن أنا جيت ككاتب وكاتب روائي، كتبت يعني بزاف ديال الروايات كلها باللغة الفرنسية ومنشورة في فرنسا، والرواية الأخيرة تنشرت في كندا أخيرا وغادي تنشر هنا في المغرب وفي فرنسا إن شاء الله في فيفريي 2020. وانا جيت هنا لان يعني شرفوني، عرضوا عليا لهنايا لتازا، ولكني انا ولد تازا، مولود هنا في تازا وكبرت في تازا، قريت في تازا، ويعني غادرت تازا بعد الباك باش نقرا في الولايات المتحده وفي انجلترا قبل ما نستقر في فرنسا. ابن تازا عشتي بجنسيه جزائرية؟ جزائرية، نعم، كانت عندي الجنسية الجزائرية، وأخيرا سا ماجيستي عطا لي لا ناسيوناليتي، الجنسية المغربية، يعني شرف كبير وكان فخر بزاف، وأنا سعيد جدا يعني لأن هاد البلاد بلادي وكتبت عليها عدة كتب يعني، والحمد لله سا ماجيستي شاف بأنه هاد الكتب كلها اللي كتبت على هاد البلاد، يعني البلاد اللي كنحس بها يعني بواحد الشكل عميق، وانا سعيد جدا بهذا الجنسيه دابا اللي هي الصبحس ديالي.